بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دايركتلي من انسيرت يا جماعة، هنتكلم عن الكابشنز. ريدي ميد كابشنز، هو مديني مكتبة جاهزة يا جماعة من الكابشنز. الكابشنز ديت معناها انت بتحاول تقول ان الكلام ده اتنقل عن طريق حد، بتحاول ترجع الحديث لشخصية، سواء كانت شخصية بتروي ملهاش وجود مثلا، اللي هو الراوي بتاع البرمجية، او بالفعل انت هتدرس شخصية معينة، او سواء كانت الليوستريشنز، او ممكن تكون شخصية من ضمن الشخصيات اللي انت هتمثل بيها برمجيتك. الشاهد بمنتهى البساطة، ببتدي اضغط على الشيء اللي انا عايزه، الكابشن انا عايزه، ابتدي انا نرسمه رسم، بيبتدي يدرجه لك، وانت طبعا فري ممكن تحركه زي ما انت عايز. اوبشن كمان الجانب الخميس خالص، الجميل خالص لو انا ضغطت على السهم ده لونه اصفر، ده ممكن ابتدي اغير في راوندد الزاويه اللي بيتجل منها الكابشن واوديها للمكان اللي انا عايزه، طبعا بما يتناسب مع التصميم بتاعي. واز كالبقيه يعني، جاست كليك عليها من قائمه فورمات، هتلاقي كل التولز المتاحه لاي اوبجكت، سواء كان من اطارات، من شيب، من فيل، من والكلام ده. طبعا احنا الكلام ده بما يتناسب مع تصميمك او الوحده اللي انت عايز تمشيها في المحتوى بتاعك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.